يعطيكم العافية. اشرح هذا السؤال، هذا السؤال حلينا زي قبل شوي، بس شو كان اللي قبله؟ اللي قبله كان ببساطة عندي حبلين هون، حبل واحد هون، شو اللي بيحدث؟ الفرق اللي بيحدث عندي، إنه السرعة راح تقل أضعاف ذاك الإشي. حلو مع بعض، طول الحبل هذا، هذا الحبل شو طوله؟ اللي هو إكس تربيع زائد اتش تربيع تحت الكتر زائد اثنين في اتش ناقص واي. ولا لا، حبلين عندي كلهم اتش واي يساوي ال اللي هو طول كامل. سقط هذا ايش؟ ان اكس اكس دوت ان في الجذر نفسه زائد اثنين سالب واي دوت، يعني سالب اثنين واي دوت أو زيرو. نكمل السرعة، اثنين راح تطير مع الاثنين، واي دوت هي عبارة عن بي تساوي بي اي واكس اي في اي على اثنين جذر الاكس تربيع زائد واي تربيع اتش تربيع قصدي. لاحظ انه كانت الاثنين بالمقام. لو رجع السؤال اللي قبل حليناه هون، هو هذا كانت السرعة اثنين بالبسط. كيف يعني اثنين بالبسط؟ يعني أربع أضعاف. ليش؟ بسبب الميلان. طبعا هنا أصلا شوف بقول لك compare your result with those for sample problem 2.16، يعني قاعد بقول لك إنه حل 2.16 وقارن بين الإجابتين، تلاحظ إنها هي أربع أضعافها. وبس يعني كانت الفكرة، حبيت إني أشرح هذا السؤال ما شرحناه، بس إنه ذا الحبلين كانوا هون مش هون، شو ممكن يصير بالسرعة؟ يعطيكم العافية.